في هذه الذكرى الغالية علينا يتم تكريم 200 حافظ للقرآن ومن عدة فئات. هناك أيضا تكريمات خاصة بحفظة الحديث الشريف، أيضا تم تكريم الأئمة وشيوخ الزوايا. إذا بهذه المناسبتين الغاليتين علينا نزف تحياتي لكل سكان ولاية باتنا. كرمت اليوم في فرع 60 حزب، أهدي فرحتي هذه الكبيرة لوالدي الكريمين اللذان سهرا على تحفيظي ومساعدتي في حفظ القرآن الكريم، وكل عائلتي وكل من ساعدني في هذه المسيرة. حفظت ربعا من القرآن الكريم وشاركت في المسابقة لولاية باتنا وفزت وأخذت المرتبة الأولى، وكان ذلك شعورا كبيرا وكانت سعادة كبيرة جداً.